اتفضل. السلام عليكم عم الحاج. وعليكم السلام. ابوك عامل ايه؟ الحمد لله احسن كويس. مناع؟ نعم عم الحاج. نعم الشاي لجوز بنتي. حاضر عم الحاج. وامري هولن. يا عم الحاج انا عاوز مرتي ومش هقبل منك اي كلمه بايخه او تهديد. لا يا ولدي، لا تهديد ولا حاجه. البحر اللي بيننا ميه اتعكرت وما فيش مراكب هتمشي فيه تاني. انا موافق عشان خاطر والدي بنتي اغلى عندي منك ومن ابوك. يعني ايه؟ يعني مرضاش لوالدي بنتي في العيد العيال يسالوا ابوك فين، ولا ارضى البنت انها تتلفت حول نفسها. يعني هترجعها معي؟ اقعد هبعت لك نواره ومحمد يمشوا معاك. حل غير البتر. رجلها هتتقطع يا دكتور. ما قدمناش حل تاني. غزتي غزتي. اسم الله عليك يا غالي، اسم الله عليك يا غالي، اسم الله عليك يا حبيبي. الحقنا عم الحاج، الحقنا عم الحاج. خير يا حمدان؟ مناع يا عم الحاج، خبطت العربيه على الجسم ونقلوه على المستشفى وكانه يقطع رجليه. هو فين دلوقتي؟ في مستشفى أخميم يا عم الحاج. خذ ادفع حساب المستشفى وارجع طمني. أمرك يا عم الحاج. لا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل يا حبيبي. الحمد لله على سلامتك. أنت الحمد لله على سلامتك. اسم الله عليك. يا ريتني كنت أنا يا حبيبي. ألف سلامة يا غالي. في عز الظهر ريح الشمس تغرب وحزني حبل لي في طوق رجالي. في عز الظهر ريح الشمس تغرب وحزني حبل لي في طوق رجالي. لفين يا قلب من الأحزان حتهرب لدلوقك انت ما فهمتش عذابي. لدلوقك انت ما فهمتش عذابي. يا قلبي يا قلبي يا قلبي. تبكيش يا مناع، ده أمر الله، ارضى بحكم سيدك. انت فاكره انا هبكي على رجلي؟ امال هتبكي على ايه؟ على كل حاجه، على كل حاجه. اقول لك ايه بس، روح ادلك هاتي للحاج محمد. استهدى بالله يا مناع، هجيب الراجل دلوقتي. هو ما بيسمع الكلام. قولوا له مناع عاوزك ضروري. وحب على ايده يجي. حاضر حاضر يا اخويا حاضر. جد دلوك مناع عمل ايه دلوك؟ حال الدل قطعوا رجله
ومرمي في البيت زي الحريق. يعني ايه؟ هيقعد كده؟ خليه يجي يرجع الشغل. هو اللي عاوزك تروح له يا عم الحاج. اروح له؟ تعبان قوي كده؟ طول الليل والنهار بيبكي ويخترس، عاوز يشوفك ضروري. هجي له بكره. والنبي دلوقتي يا عم الحاج بيبكي زي العيل الصغير، وقال لي ما ترجعش من غيره. اغير بس. فين الواد مناع اللي عامل فيها عيال؟ هنا يا عم الحاج اتفضل. رد الباب وسيبينا وحدينا. ها مالك؟ رجلي اتقطعت يا حاج. فداك يا ولدي. الحمد لله اللي جت على كده. ايه الحمد لله. كل جسمه وليه زكاة. مين عارف، يمكن ضربت بيها حد دعا عليك. روق روق. أنا عاوزك يا عم الحاج. ما تقلقش يا مناع، أي فلوس عاوزها ما تقلقش. عاوز تركب رجلة ركب لك رجلة. لا عايز أبر ذمتي يا حاج. عليك دين لحد هسددهولك. أبر ذمتي قدامك على دين كبير ليك يا حاج. أنا مسامح. بس أنا مش مسامح. الحمل ضيق قوي يا حاج. مش فاهم يا مناع. اها حطوا جاري عنام بيه اصحى لقيه. حبل ايه ده يا مناع؟ حبل المركب يا عم الحاج. قطعت نصه يوميها وفضل نص عندي، وكل شوية هديها لحد ما وصل رقبتي. لازم تسمعني يا حاج، لازم. سمعك يا مناع. قول. يومها خدت الغدا وروح. انت تسكت وتسمع الكلام، فهم؟ الغدا اهو. خبر ايه يا حاج غيري؟ تتدخلش انت. وجرهت الحبل على المركب. هتعمل ايه بالحبل يا خيري؟ اما نشوف الباشا دي هيسمع الكلام ولا لا. اسمع الكلام فيه. انا هروح الجامعه. انا هروح. ليه؟ انت احسن مننا ولا ايه؟ انت زي البنات يا نرجل منك. هي كلمة واحدة تروح وتقول له ما عايزش اروح. ليه؟ عايزنا ابقى فاشل زيك؟ كتفه مناع. ولا اقول لك انا اللي هكتفه؟ ليه بس يا بوي؟ ليك شو صالح انت؟ خلاص يا خير عشان خاطرك. اخرس انت. هنشوف مين فينا الفاشل يا عم الناجح. سيبه يا خيري، بكره يرجع من الجامعة ساقط ولا فاشل. او ارجع حرامي زيك. وانا اللي هدافع عنك؟ طب انا اللي هكتف. امسكوا له حماد، كتفوا يا جودي، ولا حد يقدر يعمل لي حاجه. لو ولد ابوك صح تطلع من الميه وانت متكتف. حط الحبل تحت رجلك يا مناع، وكلمه زياده وهتنزل الميه. هو ده اللي حيدويك يا خيري؟ هتحس كده انك كبير؟ كبير غصب عنك يا ولد. وهتروح لابوك وتقول له ما عايزش اروح الجامعه الامريكيه، وهتقول انا مرض. اللي راح مصر يتعلم ورجع معاه واحده صايعه هو ده اللي مرض. وريني هتطلع من الميه كيف. ده غطس غطس يا بوي. الحق منا، أيقظك، الحق منا، لك يا مريم، يا مريم، حرام عليك يا خيري، حرام عليك، يا مريم، الحق يا خيري، لما قطعت رجلي
حسيت ان ده ذنبه. خفت، خفت ان ربنا يقبض روحي وانا شايل الذنب ده. سامحني يا عم الحاج.